بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم نور على نور. وقد مضت سنن هذه الحلقات المباركة المتتابعة أنها تأخذ طابع في لقاء ما نتعرض لآية من كلام الله، وأخرى نتعرض لحديث، وربما جعلنا الآية سورة، وربما جعلنا الحديث أحاديث. لقاء هذا اليوم يحمل عنوان سورة الممتحنة، عنوانه سورة الممتحنة. وسورة الممتحنة سورة مدنية باتفاق، عدد آيها 13 آية، أولها يتعلق بقصة حاطب ابن أبي بلتعة، وآخرها يتعلق بقصة أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. ولكل نبأ، وسنعرض على بعض آيات هذه السورة المباركة. قال ربنا وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، ثم قال: وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. بادئ الأمر، نتعرض لسبب نزول الآية على ما اتفقت عليه كلمة المفسرين. يوم بدر كان يوما عظيما، من شارك في بدر نال قربة وزلفة جليلة عند الله. من الذين شاركوا حاطب ابن أبي بلتعة، وهو أحد المهاجرين الكبار الذين هاجروا إلى المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أذن الله بالهجرة. لم يكن حاطب في قريش منهم، وإنما كان ملتصقا بهم. ترك بعد هجرته أمه وأخواته وبعض الضعفاء من قرابته في مكة. مضت سنون أعوام، عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الذهاب إلى مكة. قيل إن هذا الخبر كان في غزوة الحديبية، وقيل إنه في فتح مكة، والعلم عند الله، لكن الترجيح هنا لا يعنينا بالضرورة في خفايا قصتنا هذه المباركة. لما شعر حاطب أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على الذهاب إلى مكة، أراد أن يصنع معروفا إلى أهلها، إلى كفار قريش، لا لأنهم كفار معاذ الله، لكن ليدخر عندهم صنيعة، يدخر عندهم يد، فينعكس تلك الصنيعة، ذلكم الأثر، تلكم اليد، تنعكس على أمه، تنعكس على أخواته، فينالهم من قرب قريش ما يمنعهم من الأذى. إذن الدافع الباعث على حاطب أن يتصرف تصرفا ما هو خوفه وحجبه على أهله وقرابته الضعفاء في مكة، كونه ليس قرشيا. أما بقية المهاجرين من قريش، فإن قرابتهم من قريش، الرحم التي تصلهم بقريش، تجعل غيرهم يمتنع أن يصل إليهم. كتب حاطب كتابا، وافق أن كتب حاطب هذا الكتاب في زمن امرأة يقال لها سارة مولاه لبني هاشم قدمت إلى المدينة المنورة، أصابها الفقر وقلة ذات اليد، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بفقرها وشدة حاجتها، وهي مشركة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لكنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم من باب أنها من موالي قومه، أو من موالي بني هاشم. أذن النبي صلى الله عليه وسلم ورغب بني عبد المطلب أن يعطوها فأعطوها. هذا بالنسبة لحاطب فرصة سانحة في أن يعطيها الكتاب الذي كتبه إلى قريش يبلغهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على المضي إليهم. كتب حاطب الخطاب وأعطاه هذه المرأة. وأصلا يا أخي بالعقل، لو كانت هذه المرأة مؤمنة ما قبلت أن تأخذ الخطاب. وأصلا لا يعقل أن امرأة مؤمنة تذهب لوحدها إلى كفار قريش، محال عقلا ونقلا. لكن هذه المرأة مشركة قادمة إلى المدينة لغرض ما، جمع المال، وقد جمعت المال، فجعل حاطب من ذلك فرصة له أن يبلغها كتابا إلى قريش، فأعطاها الكتاب وخرجت. لما مضت ما إن وصلت روضة خاخ. روضة خاخ في طريق المدينة، لكنها قريبة جدا من المدينة بمسافات، بما نقيس به اليوم المسافات، قرابة 20 كيلو عن المدينة كحد أقصى، ما بين أبيار علي ما بين ما يعرف بحمراء الأسد أو أقل من ذلك. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وحي السماء بالخبر، بعث عليا والمقداد والزبير وبعض الصحابة من الفرسان،
واختار النبي الفرسان حتى يلحقوا بالمرأة قبل أن تذهب وتغيب عن ناظريهم. أدرك هؤلاء المباركون هذه المرأة سارة في روضة خاخ، سألوها الكتاب أنكرت، ألحوا عليها أنكرت، لجأوا إلى التهديد. قال علي رضي الله عنه وأرضاه لها: والله ما كذبنا ولا كذبنا، فنبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ونحن لا نريد أن نبتليك ونتهمك بما ليس فيك. فقال لها كلمة تحمل التهديد والوعيد: لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، في رواية أو لنضربن الرقاب. وجدت الأمر جدية ولا مناص من أن تقر، فأخرجت الكتاب. فإذا فيه أن حاطبا يحذر قريش بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم له. عاد هؤلاء الفرسان المباركون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبروه. لما أخبروا استدعى عليه الصلاة والسلام حاطبا: الآن أيها المبارك أنخ المطايا وانظر إلى التريث والحكمة النبوية والإنصاف في معاملة الغير. فحاطب ليست هناك دعوة تحتاج إلى شهود في إثبات أنه كتب، لأن الأمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم من السماء، جبريل نزل بالأمر. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم لحاطب: ما حملك على ما فعلت؟ ولم يقل له فعلت أو لم تفعل، هذه ليست مورد سؤال، ولكن قال له: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: يا نبي الله لا تعجل علي، والله ما كفرت بك بعد أن آمنت، ولا ارتدت عن ديني بعد أن أسلمت، ولا أبغضتك منذ أن أحببتك، ولا خذلتك منذ أن نصرتك. ثم قال: يا نبي الله إنني رجل بسيط في قريش، لست منهم، ولي ضعفاء أم وأخوات، أحببت أن أصنع يدا لهم فكتبت لهم هذا الخطاب. فقال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه عمر: يا نبي الله إذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم له: يا عمر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، منحة إلهية وعطية ربانية لأهل بدر، لعل الله أن يكتب لي الحديث عنها تفصيلا في لقاء آخر، لكني أبقي على ما أنا فيه. هذا سبب نزول أول آية في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ذكر الله جل وعلا هنا أيها المبارك عداوتين: عدوي وعدوكم. القرآن عند تأمله وتدبره يحتاج لإنسان مترون ويعقل ويجمع النصوص بعضها إلى بعض حتى لا يقع منه زلل، ولا ينبغي لأحد أن يجرأ على كلام الله ما لم يملك ورعا وعلما وفهما، وإلا لأصبح القرآن يفقه على غير ما أنزل له. الذي يدفعنا إلى هذا القول كله وفيه شيء من التحذير أن الله يقول: لا تتخذوا عدوي وعدوكم، فذكر عدوتين، لكن ينبغي أن تعلم أن العدوة الثانية المذكورة هنا وهي قوله وعدوكم تبع للعداوة الأولى، بمعنى أن العداوة الأولى المذكورة وهي عداوة الله من قبل ذلك المنافق أو الكافر المشرك الملحد أيا كان، هي التي يبنى عليها فقه الموالاة لا على الثانية. حتى يتضح الأمر لمقامك ويسع فهمك ما أريد أن أخبرك به: لو أن لك جارا ظلمك ونهبك حقك وسلبك ملكك وأذاك وتجرع على شيء مما تملك عدوانا وظلما وبغيا، فهو بعرف الناس عدو لك، لكن هذه العداوة لا تمنع من أن تكون مواليا له، فلو أحببته صفحت عنه أكرمته أعليت مقامه لا يضرك. ولا يتنافى هذا مع قول الله جل وعلا: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لما؟ لأنه هذا الذي صنع بك ما صنع ذلكم الجار لم يخرج عن الإسلام ولم يكن عدوا لله، ولو كان عدوا لك، لأن هذه عداوة نسبية إلى حد ما لا تصل إلى أن يصل الإنسان ويخرج من الكفر ويخلع ربقة الإسلام من عنقه. هذا مهم جدا أن تنتبه إليه. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ثم قال الله جل وعلا والواو حالية وقد، فالواو هنا واو الحال، أي كيف تتخذونهم أولياء وهم على هذا الصنيع وذلكم الحال. ما ذلكم الصنيع وما هذه الحال؟ تأمل.
قال الله جل وعلا: وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. فذكر حالين: وقد كفروا بما جاءكم من الحق، القرآن، الإسلام، الدين، لكنه هنا هذا الوصف، هذا المعيار عام وليس مقتصرا على كفار قريش، مع أن الآية في كفار قريش، لأن كفر في اللغة بمعنى وارى، حجب، ستر، ولهذا يسمى الزارع كافر في أصل اللغة، لأنه يخفي البذور في الأرض. قال لبيد بن ربيعة الشاعر المخضرم الذي أدرك الإسلام المعروف، قال: في ليلة كفر النجوم غمامها، في ليلة كفر النجوم، مفعول به، غمامها فاعل، بمعنى أن الغمام غطى على النجوم، فكفر هنا بمعنى حجب، وارى، ستر، هذا ظاهر. فقوله جل ذكره: وقد كفروا بما جاءكم من الحق، هذا أيها المبارك عام، ثم بدأ التخصيص. بدأ ماذا؟ بدأ التخصيص، بدأ الحديث يخصص قوما معينين يخرجون الرسول وإياكم، وهذا لا ينطبق إلا على كفار قريش، وهذا لا ينطبق إلا على كفار قريش، لأن ليس كل من كفر بالله ورسوله أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وإنما الذي أخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من مكة هم كفار قريش بالاتفاق، وهذا ليس محل وضع يحتاج إلى إثبات أو شاهد. فهذا معنى قوله جل ذكره: وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. قال الله عنهم بعد ذلك في آية أخرى من هذه السورة المباركة، سورة ممتحنة، قال: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم بالسوء وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. الآن تأمل قوله جل شأنه: إن، هذه شرطية، يثقفوكم يدركوكم، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، أي يخرجوا ما في قلبهم مما أضمروه من عداوة لكم ويعلنوا ويفصحوا عن عداوتهم لو قدر لهم أن تقعوا تحت أيديهم وفي سلطانهم. وهذا معنى إجمالي لقوله جل وعلا: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا، يتوسعوا، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. السوء جامع للاثنين، لليد واللسان، لكن بسط اليد غير بسط اللسان. فبسط اليد الطعن، الضرب، الجلد، الركل، وهذا قد يندرج على القدم. أما بسط اللسان الشب، السباب، الشتم، اللعن، كلمات البذيئة، هذا معنى بسط اليد بالسوء ومعنى بسط اللسان بالسوء. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. الأجمل الأكمل أن نجعل الواو في وودوا استئنافية ولا تكون معطوفة على ما قبلها، ولذلك تلاحظ أن القرآن جاء بالمضارع يكون وقال يبسطوا، لكن هنا لم يقل ويودوا، قال وودوا لو تكفرون، جعلها بالزمن الماضي. لما جعلها بالزمن الماضي؟ أهل الصنعة البلاغية يقولون، وهذا حق عندي والعلم عند الله، يقولون إن الكفر، أهل الكفر في قلوبهم أن يودوا أن يكون أهل الإيمان دائما كفارا، سواء أدركوهم أو لم يدركوهم. إذن وودوا لو تكفرون ليس لها علاقة بالشرط الأول، وودوا لو تكفرون ليس لها علاقة بالشطر الأول، ولهذا جاءت بصيغة الماضي. وقلنا الراجح عندنا أننا نختار أن الواو هنا للاستئناف وليست للعطف، لأن العداوة القلبية فيهم مستمرة من قبل ومن بعد وليس لها علاقة بالإدراك. قال أصدق القائلين في هذه السورة المباركة: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. الآن حاول أن تجمع ما بين ما ختم الله به الآية والله قدير والله غفور رحيم، ما بين قوله جل ذكره عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. أكثر المهاجرين من قريش، هناك صلة وشائج رحم بينهم جميعا، ما بين كفار والمؤمنين. هذه الوشائج الذي دفع المؤمنون إلى أن يقطعوها الإسلام، لأن صلة الإسلام مقدمة على أي صلة، فما نفاها نتبرأ منه. ومع ذلك هذه بشارة
للمؤمنين وقت نزول الآية أن جمعا من أولئك الكفار سيؤمنون. ولهذا قال العلماء وبناء على الحديث الصحيح: أحبب حبيبك حبا حبا ما، وأبغض بغيضك بغضا ما، فربما تحول الحبيب بغيضا وربما تحول البغيض حبيبا. والإنسان العاقل لا ينجرف وراء عاطفته، ولا ينساق انسياقا كليا وراء رغباته، وفي تعامله مع الغير لا يبالغ ولا يغالي في حب أحد، ولا يبالغ ولا يغالي في عداوة أحد، فإنك لا تدري إلى ما تنقلب الأمور. والقلوب بيد الرحمة، والله جل وعلا هنا يقول: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة وقد وقع. وهذا معنى قول الله: والله قدير. وقد قلت يجب الربط ما بين الآية وخاتمتها: والله قدير، أي قدير على هذا وقد فعل تبارك اسمه وجل ثناؤه. فأسلم بعض أولئك الذين وقت نزول الآية كانوا كفارا، مثل أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عداوة ظاهرة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أباح دمه، فصدق عليه قول الله: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة وآمن. أبو سفيان ابن حرب والد أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أسلم بعد ذلك. وقد قال الرواة إن أبا سفيان لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته، أبو سفيان عاقل ولو كان يومها كافرا، قال: هو الفحل لا يجدع أنفه، هو الفحل لا يجدع أنفه. ما معنى هو الفحل لا يجدع أنفه؟ العرب أيها المبارك إذا رأوا جملا غير كريم نزع على ناقة كريمة خافوا أن يكون النتاج هجينا، فيمنعون الجمل أن يصل إلى الناقة، فيأتون بالرمح فيضربون به أنف الجمل، يأتون بالرمح فيضربون ليجدعوا به أنف الجمل حتى لا يصل إلى أن ينزو على الناقة فيكون النتاج هجينا. هنا أبو سفيان يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا استطراد تاريخي، قال: هو الفحل لا يجدع أنفه، هو الفحل لا يجدع أنفه، وهي كلمة حق. وفخر لأبي سفيان ولبني أمية كلهم أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم منه. نعود للخبر. فبعض أولئك الذين كانوا أعداء وقت نزول الآية جعلهم الله جعل وعلا بعد ذلك مؤمنين، وهذا معنى قول الله: والله قدير. أما مناسبة قول الله جل وعلا: والله غفور رحيم، فإن أولئك النفر الذين أسلموا بعد ذلك كانت لهم هنات وهنات، بل لبعضهم فجرات، ويكفيك أنهم كانوا كفارا، لكن رحمة الله وسعت كل شيء، من تاب تاب الله عليه. الله يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال: إلا من تاب. وقال جل ذكره: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. لكن من مات على الكفر على الشرك فهذا قطع لا يغفر الله له، لقوله جل وعلا في الآية الجامعة المانعة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا معنى قول الله جل وعلا: والله غفور رحيم. قال الله جل وعلا بعدها، وهذا في خاتمة الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. جاءكم فعل ومفعول به، والمؤمنات فاعل، مهاجرات حال. هل هذا كان مستثنا من صلح الحديبية أو لم يكن مستثنا؟ في المسألة خلاف طويل. فهل نص صلح الحديبية على ذكر الهجرة من الرجال فقط أم جاء عاما وهذه الآية استثنتهم؟ كل ذلك وارد، لكن الذي يعنينا هنا السؤال الذي نرغب أن نفك أو نحل إشكاله في هذا الموقف: لماذا أمر الله بامتحان النساء دون الرجال؟ لما قال الله فامتحنوهن ولم يرد وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حق الرجال؟ والجواب أن الرجل إذا هاجر لا يحتاج إلى أن يمتحن، لأنه سيجد الامتحان في الحياة العملية، فوراءه أمر بالجهاد والصبر والجمع والجماعات، وسيتضح للمؤمنين إن كان مؤمنا أو إن كان يتنصل بهجرته ودعواه
أنه أراد الإسلام. أما المرأة فإنها إن هاجرت ستقبع في البيت، لا تكلف بجمعة ولا جماعات ولا تكلف بجهاد ولا نصرة بدنية. فعلى هذا يمكن أن تهاجر المرأة وتخرج لضر أصابها لا علاقة له بالدين، كان يحصل بينها وبين زوجها خصومة ومشاحة، أو تشعر بفقر وقلة ذات يد، فتعزم على أن تخرج من أرض قومها إلى أرض الإسلام بدعوى أنها مؤمنة، وربما كانت ليست كذلك. فلهذا قال الله جل وعلا فامتحنوهن، وقع الامتحان شرعا على النساء دون الرجال، وفيه دلالة على أن الإنسان له الظاهر، لأن المؤمنين امتحن المهاجرات بما جاء في خاتمة السورة، ثم بعد ذلك ما تبين لهم أنها مؤمنة قبلوها، وغير ذلك ردوها، لكن الإنسان لا يكلف أكثر من ذلك. ولهذا قال الله فإن علمتموهن، فأسند الأمر إلينا، والله لا يكلفنا فوق ما نطيق، ونحن مهما بلغ علمنا وإدراكنا وما نسأل الناس به وعنه لا يمكن أن نعلم أو نصل إلى الحقائق. ولهذا قال الله يوم تبلى السرائر. من أشهر المهاجرات التي امتحنهن المؤمنون أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وهي ذكرناها في الأول لكن ذكرناها كاسم. أردنا بذكرها هنا أن نبين أن السورة هذه مباركة يصح أن تقال بكسر الحاء وبفتح الحاء، فإن قلنا الممتحنة أصبح المعنى المختبرة، فتصبح السورة الاسم هذا وصف للسورة، يصبح اسم الممتحنة وصف لمن؟ يصبح الاسم وصفا للسورة، مثل وصفنا لسورة التوبة بأنها الفاضحة لأنها فضحت أحوال المنافقين. وإذا قلنا الممتحنة بفتح الحاء فهذا من باب إضافة الاسم إلى المرأة التي نزلت بسببها هذه الآية، وهي أم كلثوم، أي أنها هي التي اختبرت، هي التي امتحنت. وهذا له نظائر، والأول كذلك له أشباه ونظائر في كلام رب العزة والجلال. هذه سورة الممتحنة أو الممتحنة، وقد بينا صحة الوجهين. أجملنا لك أيها المبارك بعض أخبارها، ونتفن مما دلت عليه بعض آيها، والله المستعان وعليه البلاغ. وإلى لقاء آخر من برنامجكم نور على نور، وفي اللقاء القادم بإذن الله سنشرع في حديث نبوي يتكلم عن بئر رومة. قال صلى الله عليه وسلم من حفر بئر رومة فله الجنة. فموضوع حلقتنا القادمة بئر رومة، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين.